السلام عليكم العصب العاشر ما هوش تشخيص هو عصب واحد من اثنى عشر زوجا من الاعصاب القحفيه اللي منشاها الدماغ واللي بتتبع اصلا الجهاز العصبي الطرفي شو مشكله هذا العصب اللي كثير من الناس اليوم بدا يعني يساوره القلق بمجرد ما يقولوا له روح افحص او روح شوف العصب العاشر وهل له فحص خاص تعالوا مع بعض في هذه الحلقة البسيطة جدا والخفيفة نتعرف على العصب العاشر أو العصب الحائر أو العصب المسافر اللي اسمه باللغة الإنجليزية فيغاس نيرف طبعا هو العصب رقم عشرة في الأعصاب القحفية سمي بهذا الاسم نسبة إلى يعني كلمة فيغاس كلمة لاتينية في الأصل وتعني العصب المهاجر أو المسافر أو البعيد لأنه فعليا هو العصب الوحيد الطويل جدا عصب طويل جدا بينشأ من الدماغ ولكنه يسافر بعيدا عن الدماغ يعني على سبيل المثال العصب الأول بنقول عنه olfactory عصب الشم موجود تقريبا حوالين الدماغ في الأنف العصب البصري رقم اثنين الأوكيولوموتور رقم ثلاثة عصب محرك لعضلات العين وهكذا معظم الأعصاب القحفية هي موجودة في منطقة الوجه والدماغ ويعني لا تغادر الرقبه تقريبا في هذه المنطقه الا هذا العصب العصب العاشر او الحائر فهذا العصب يسافر بعيدا يمتد من جذع الدماغ وتحديدا من منطقه بنسميها النخاع المستطيل وصولا عبر الرقبة إلى القلب والرئتين وحتى الجهاز الهضمي، وحتى الأمعاء الدقيقة والقولون، يعني بدي أفرع بشكل كبير، وهذا العصب موجود منه اثنين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، علشان هيك ممكن أي واحد منهم يصيبه الاعتلال، مثله سائر يعني مثله مثل أي عصب آخر يصيبه مشاكل وتلف، وبسبب طول هذا العصب فممكن تحدث الإصابة أو الاعتلال عند أي فمثلًا ممكن يصاب هذا العصب بمشكلة عند مستوى النواة نواة العصب في جذع الدماغ وبالتالي على المريض أن ينتبه إنه مش كل مشكلة والله بواجهها في الأمعاء أو في المعدة أو في الرئتين أو على مستوى ضربات القلب أو التنفس عدد مرات التنفس معناته المشكلة في العصب الحائر إذا أصيب الإنسان في مشكلة عند مستوى نواة العصب بسبب على سبيل المثال نقص تروية دموية، عنده جلطة دماغية حدثت لنفرض في جذع الدماغ وأصابت نواة العصب فقد يتأثر هذا العصب. كمان هذا العصب بيتأثر بشدة وبقوة في منطقة الرقبة عند التعرض لأي حادث لا قدر الله أو ضربة أو إصابة على مستوى الرقبة. كذلك الامر هذا العصب ممكن يتاثر بفعل عم بفعل عمليات جراحيه يعني كبيره شويه مثل عمليات الغده اللي بتجرى على الغده الدرقيه او العمليات اللي بتصير على مستوى المريء او الجهاز التنفسي او الاعضاء اللي موجوده في تجويف الصدر، علشان هيك هذا العصب حتى ممكن يصاب على مستوى الامعاء تحت في البطن وبالتالي مشاكل العصب كثيره علشان العصب العاشر او العصب الحائر أو بسموه العصب المبهم مشاكله كثيرة لكن لازم نعرف شو هي الأعراض اللي ممكن أنا من خلال تلك الأعراض أتنبه وأقول والله ممكن فعلا تكون عندي مشكلة في العصب العاشر الأعراض اللي بتصاحب اعتلال هذا العصب نبدأ فيها احنا عرفنا الوضع التشريحي له أول شيء هو بيرسل إشارات عصبية للبلعوم، البلعوم مسؤول عن عملية بلع الطعام، فأنا ممكن أواجه صعوبة في بلع الطعام، صعوبة غير مبررة، ما عندي أي التهابات في الحلق، ما عندي مشكلة في الحلق، كذلك الأمر بيدي إشارات عصبية للحنجرة صندوق الصوت المسؤول عن الصوت، فجأة أصاب ببحة في الصوت وصوتي بتغير، قد يكون هذا بفعل اعتلال العصب العاشر، فجأة أصبت باضطراب في ضربات القلب، ضربات القلب عندي إما تتباطأ بشكل كبير وإما تتسارع بشكل كبير، هذا أيضا من الأمور الهامة جدا في حالات اعتلال العصب العاشر، حتى حتى ضربات التنفس حتى عدد عفوا عدد مرات التنفس قد تتأثر بفعل هذا الاعتلال القدرة على احنا بنقول حاجة عنها انعدام الجاج ريفلكس جاج ريفلكس هو منعكس بنعمل بنشوف فيها قدرة الانسان على البلع او لا كذلك الامر الخلل اللي بيواجه ناس بالتخمة هو بيشعر انه بياكل شيء بسيط لكن يشعر بالامتلاء في المعدة بسبب اعتلال خلال هذا العصب وبصراحه العصب هذا مشاكله حتى بعض الناس تم تشخيصهم سابقا انه عنده قولون عصبي وبياخذ ادويه القولون ومهدئات للقولون والمشكله في هذا العصب لانه تحفيزه ممكن يثير مشاكل كثيره على مستوى القولون والجهاز الهضمي والقناه الهضميه بشكل عام وصولا الى فقدان الوعي واضطراب واضطراب ضغط الدم كثير من الناس بيكون واقف في مكان مزدحم شويه المكان حار شويه بتعرق فجاه بيفقد الوعي هذه هذه بسبب المشاكل اللي بتصيب هذا العصب او العصب الحائر او العصب العاشر يعني المشكله انه قد تختلط الامور عند كثير من يعني مقدمي الرعايه الصحيه انه قد يعني يصاحب فقدان الوعي اختلاجات او تشنجات عضل عضليه وبالتالي قد يساء فهم هذه الحاله على انها حاله صرع او افراط في النشاط الكهربائي مع انه المشكله ممكن تكون وين؟ مشكلة عند مستوى نواة العصب، يعني خلل في نواة العصب قد تكون بس بفعل جلطة دماغية أو نقص تروية أو أو مشاكل كثيرة ولكن هنا يعني ما هياش حالة صرع، رغم أنه بصاحبها اختلاجات عضلية وصولاً حتى إلى فقدان التحكم في عملية التبول، يعني بصير تبول لا إرادي، كيف ممكن يعني نحفز هذا العصب ونتلاشى كل هذه المشاكل ثلاثة أمور لو أنا تفاديتها ممكن أساعد نفسي جدا في أن العصب العاشر يعمل بأفضل أحواله أول شيء بدي أبعد عن السهر وبدي أبعد عن القلق والتوتر وبدي أبعد عن الجفاف لأنه الدم هو الجزء السائل الوحيد اللي بيوصل المواد الغذائية والأكسجين لكل أنسجة الجسم بما فيها نواة العصب العاشر علشان هيك احنا بنلاقي لما حكينا توح يعني قلنا انه المريض لما بيصيبه تعرق شديد وبيفقد الوعي بنلاقي وجهه شاحب هذا ايضا لانه هو في عنده اصلا قلة سوائل وممكن يكون في الليل سهران وتعبان وقد يعني يصاحب هذا الشيء دائما بنقول فرط الحساسية للأمور سواء كانت يعني حساسية شديدة لأي أحداث سواء كانت هذه الأحداث مفرحة أو محزنة يعني سواء كان الحدث هذا محزن ويتأثر الإنسان ويصاحب يعني بي 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 بصاحبه القلق أو التوتر الشديد قد يساعد على اللي هو يعني تحفيز العصب العاشر بشكل كبير جدا وبيؤدي وبي وظيفته بشكل يعني غير غير المطلوبة منه. بعض الرياضيين بيلجأ انه يعني يحفز العصب العاشر في حدوده الطبيعية عن طريق غمر رأسه بالماء. الماء البارد بيساعد جدا على التحفيز في حدود طبيعية، طبعا أي تحفيز زيادة عن اللازم قد يكون له تأثير عكسي. الأمر المهم جدا في تحفيز هذا العصب هو الفيتامينات التي تساعد على بناء حاجة بنسميها المايلين شيت أو الغلاف المغلف لهذا العصب، عصب طويل جدا، أي خلل أو أي تآكل في هذا الغلاف قد يسبب تلفا وضررا في العصب العاشر، علشان هيك الفيتامينات اللي احنا دائما بنأكد عليها هو فيتامينات مجموعة بي كومبلكس وتحديدا فيتامين بي 12، لازم آخذ منه بكميات جيدة من خلال الأطعمة الأطعمة الحاجات الطبيعية ما قدرت أخذ منه من الأطعمة وعندي نقص في هذا المخزون مخزون بي 12 لازم أخذ منه على شكل مكملات غذائية قد تكون على شكل أقراص أو كبسولات أو حتى حقن في العضل وطبعا متوفرة بشكل كبير وحبذا لو كانت هيدروكسي كوبالامين مش سيانو كوبالامين احنا قلنا في منه نوعين اللي بيحب يرجع لحلقة بي 12 بكون كتير كويس العصب العاشر ما هواش تشخيص كثير من الناس بتفكر انه هو تشخيص لا هو عصب موجود يصيبه اي اعتلال سائر مثله يعني مثل باقي الاعصاب علشان هيك التخلص من هذا الاعتلال سهل جدا من خلال انام كويس لازم انام ساعات نوم كويسة ليلا ما كنش عندي فرط حساسية للأحداث والمواقف العامة حتى لو كانت أحداث مفرحة مرضى السكر هم أكثر الناس إصابة بهذا الاعتلال علشان هيك مريض السكر بس يأكل أي شيء بغض النظر هنا عن هو مريض سكر عن ارتفاع معدل السكر أو لا بنلاحظ أنه بقول لك عندي مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي إيش المشاكل هذه؟ إما إمساك واما تخمه واما ثقل او شعور بالامتلاء في البطن وبالتالي العصب العاشر هو المسؤول عن هذه المشاكل، اخر نقطه في الحلول المطروحه لمشكله العصب العاشر هي طبعا تم اعتماد هذه هذا الحل من قبل منظمه الغذاء والدواء الامريكيه وهي بمثابه زرع جهاز صغير جدا يزرع في منطقه اعلى الصدر او في منطقه قريب من منطقه الرقبه ويتم توصيل سلك من هذا الجهاز يرسل نبضات او اشارات كهربائيه للعصب العاشر ويقوم بتحفيز هذا العصب، طبعا هذا معمول به في كثير من الدول وبساعد كثير من المرضى حتى في بعض الحلول المتعلقه بنوبات الصرع والصداع النصفي او الصداع العنقودي مع اطيب الامنيات لكم بالسلامه دوما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته